اهلا وسهلا بالبر. احنا راح نختار اليوم منكم اللي يمثل اليمن واحد او واحده، ما بدنا الباقي يزعل، لانه في النهايه انتم كلكم ما شاء الله هلا حيشوفوكم الناس، انتم وصلتوا لمرحله متقدمه جدا نهائيه، لكن في النهايه لازم يكون واحد، واللي ما حالف الحظ المره هاي السنوات الجايه ان شاء الله او فرص ثانيه، ماشي؟ لكن كلكم اصواتكم رائعه. بدنا نسمع من كل واحد مقطع صغير ما يطول، على اساس اللجنه تختار بعدين من يمثل اليمن في النهائيات في بيروت. نعم. اسمك انت الان ذكرنا. انس ياسين طه سعيد. انس يا انوس، يلا احنا اللي دعيناك، الله يرزقك عروس. يلا تفضل. تفضل يا انس. بالسلامه 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 حبيبي يا بابا، تروح وترجع يا غالي، يا دموع العين سكبا لدنيا انا مالي. احسنت مي. بس مقطع صغير. طيب تفضل يا شهاب. ابو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس، لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان، لازم نحبه كمان احسن جزاء احسان. احسنت. يلا اللي بعده تفضل يا يوسف. يا بلادي يا عيني الله الله، يا فلسطين الأبية الله الله، يا بلادي يا عيني الله الله، يا فلسطين الأبية، مهما طولنا سنين سنين لأرض الأقصى احنا رجعين. أحسنت، شكرا. نعطي دور مين؟ إسراء. إسراء تفضل يا إسراء. كان بنفسي شوفك مرة، حل فين الغرب المرة، يا شمس الدنيا يا مرة بتزي الجبيل. شكرا أحسنتي. يلا رحمة محمود الصبري. تفضل يا رحمة. أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس، أبو قلبي طيب يحب كل الناس، منهم قريب واغلى علي من الماس. شكرا شكرا. تفضلي يا جودي. سمعت صوت الأذان يهدي إلى الإيمان، الله أكبر هيا إلى رضا الرحمن، سجدت لله ربي فطهر النور قلبي، ورحت أدعو بصمت أن يغفر الله ذنبي، ورحت أدعو بصمت أن يغفر الله ذنبي. شكرا شكرا. تفضل يا رحمة. فتش في قلبك عن كلمة بحبك، واترك ضلالك وغرورك وكبرك، فتش في قلبك عن كلمة بحبك، واترك ضلالك وغرورك وكبرك. شكرا. يلا يا غادة. سمعت صوت الأذان يهدي إلى الإيمان، الله أكبر هيا إلى رضا الرحمن، سجدت لله ربي فطهر النور قلبي، ورحت أدعو بصمت أن يغفر الله ذنبي، ورحت أدعو بصمت أن يغفر الله ذنبي. شكرا شكرا يا غادة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم من جديد. لجنة التحكيم تشاورت وجلست وفكرت، بدينا معاكم، قلنا لكم أنتم ما شاء الله أصواتكم مميزة، وهذا العام اليمن يتميز عن السنوات الماضية.
يعني ما شاء الله في تقدم في الأصوات والمستوى الصوتي رائع جدا، لكن بعد التشاور حيكمل معنا ويستمر معنا إلى بيروت متسابق أو مشارك أو مشاركة واحدة أو واحد منكم إلى مرحلة توت توت على، في ناس بدأت تبكي لسه بعد ما رحنا بيروت بدأ البكاء، توت توت على على بيروت إن شاء الله حيكون معنا يعني طفل منكم. بعد الجلوس والسماع منكم مرة ومرتين لأغلبكم تم أو وقع الاختيار على البطل شهاب الشعراني. ألف مبروك يا شهاب. صوتك كان صوتك كان رح تكتشفه عيون الجنة.